افطاه اول شيء دجاج بقعته بزيت ثوم بودرة وشطة حمراء شوية حر وزيت وسويناه دريسنج نضيف من المايونيز كاتشب وشوية صلصة حارة هاي شطة شوية حر يا عيني نعم شوية ملح خس آيسبرغ اوكي جزر مفروم مبشور وملفوف احمر شوية ذرة طيب ورشة كزبرة ماشي لا البصل اللي بدي ينفرم مع السلطة هي الخلط جوليان هاي كمان بصل طبعا بدي منكم شغلة ما تخلطوها الا عند التقديم يعني عشان ما الجماعة اجوا سولفوا تفضلوا يا جماعة اهلا وسهلا فيكم بتكون انت عم تخلطي السلطه في المطبخ يا عيني عليك يا عيني على السلطه يا عيني يا عيني على السلطه يا عيني يا عيني على هالسلطه يا عيني شاشي مرتب هذا دجاج كمان حار دجاج مشوي وحار يا عيني يا عيني هديها بدنا نضيفه داير من دار السلطه ايوه هاي ارجين كزبره كمان حلو وهيك طبقنا الثالث والاخير صار جاهز سلطه الدجاج الحار